مساء الفل عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم الى اخره. طبعا الحلقه دي كانت المفروض هتكون جزء تاني لحلقه الانتحار اللي كانت موجوده معانا الاسبوع اللي فات، وده بناء على طلبكم. كنتوا حابين ان احنا نستضيف دكتور نفسي يكلمكم عن الاسباب النفسيه للانتحار وايه العلاج لو مثلا حد مصاب باكتئاب مؤدي الموقف ده. مش هنقول مرض لان احنا لسه لحد دلوقتي ما عرفناش هي الميول الانتحاريه فعلا بتبقى مرض نفسي ولا بتبقى نتيجه لايه. وكنتوا كمان حابين نعمل مداخله تليفونيه او نستضيف شيخ من مشايخ الازهر عشان يقول لنا ايه حكم الدين، وهل فعلا المنتحر بيكون ميت كافر ولا لا، وكل الاسئله الكتير اللي انتوا طلبتوها. احنا وعدناكم ان احنا هنعمل الحلقه دي بس لظروف تخص الدكتور النفسي اضطرينا ان احنا نأجلها ان شاء الله الاسبوع الجاي. هتستنوا حلقه الانتحار الجزء الثاني يوم الاثنين 16/12 ان شاء الله الساعه 12 الهوا في ميعادنا، بس بنعتذر ان هي تكون معانا الحلقه دي. الحلقه دي هنتكلم في موضوع تاني خالص لحد بس ما الدكتور النفسي يقدر يكون معانا عشان يجاوب على كل استفساراتكم. حلقه النهارده قبل ما ندخل في موضوعها حابه اقول حاجه عن حلقه الاسبوع اللي فات. كان في مداخله تليفونيه، المداخله دي كانت مدتها تتجاوز الاربع دقائق. اول مداخله تليفونيه انا ارتبك فيها ومعرفش اتكلم. شوفوا الفيديو بتاع المداخله التليفونيه دي وبعدين هعقب لكم عليها. ثانيه. الو، ايوه استاذه ساره، السلام عليكم. عليكم السلام، ازي حضرتك؟ منوره الدنيا ومنوره الشاشه. ده نور حضرتك استاذ حسن، اتفضل. بجد بجد انت حد جميل، انا بتابعه بجد، يعني بالرغم ان البرنامج عمره قصير لكن حضرتك يعني الله اكبر عليك، يعني انت وفريق الاعداد بجد اشكرهم لي جامد، يعني حد ناس جمال بجد. يعني نشكر حضرتك جدا انا وفريق الاعداد. يا فندم انا بس هعدي كلمتين في نص دقيقه عن الموضوع اللي حضرتك بتتكلمي فيه. الوقت كله لحضرتك، اتفضل. ربنا يخليك يا فندم، ربنا يخليك، ده من ذوق حضرتك. اولا الانتحار ده ليه رواسب، ما بيجيش في دقيقه انا هقوم انتحر، دي رقم واحد. اكيد الشخص اللي بيحاول الانتحار ده كره الحياه اللي هي اجمل حاجه في الدنيا. جاتلي كومنتس كتير قوي على البيج بتاعه الفيسبوك، خصوصا لما انا اخدت المداخله دي ونزلتها وكتبت عليها كابشن احلى مداخله تليفونيه في عمري. بتكلم مع حد بيتصل وبقول له الوقت كله لحضرتك، وبتكسف وببص في الترابيزه وحاجات كده كتير قوي. المستشار حسن اللي كان بيتكلم ده هو السيد الوالد الحاج، الراجل الاول والاهم وصاحب الفضل الاول والاخير عليا، والدي. فعشان كده اول ما سمعت صوته ارتبكت، لان هما في الكنترول ما كانوش قايلين لي، وعلشان كده قلت له الوقت كله لحضرتك، لانه الوقت والبرنامج والمذيعه وكل حاجه ليه وبتاعته يعني، فلازم اقول له الوقت كله لحضرتك. وفكره ان هو اخد المكالمه وانا ما عرفتش ان هو والدي، انا بالفعل ما كنتش اعرف ان هو هيعمل مداخله التليفونيه دي، وهو اتصل كمشاهد مش كاب. مداخلته شرفتني اكيد، بس كان في تعليقات كتير جدا من الناس حابين يعرفوا يعني ايه المكالمه الطويله دي وايه كل ده، والمذيعه وردود افعالها والرياكشنات بتاعت وشي. فحبيت اقول لكم يعني ان المداخله التليفونيه دي كانت من السيد الوالد، وهو دخل اتكلم في الموضوع كأب لناس يعني اولاد وشباب في سن المنتحر. مش كان بيتكلم على انه هو والد المذيعه خالص ولا اي حاجه من الحاجات دي، ومعرفتش في وقت الحلقه لاني فعلا ارتبكت جدا اول ما سمعت صوته، خصوصا ان هو كان مسافر يعني وقتها. فمن هنا يعني بقول له متشكره جدا لكل حاجه انت بتعملها عشاني. طبعا مفيش شكرا اصلا تتقالك، يعني انت كل حاجه بتعملها اكتر من شكرا، وربنا يخليهولي يا رب ويخلي لكم كل ابهاتكم. ده بس كان علشان الناس اللي سالت كتير قوي في الموضوع ده واستغربوا رد فعلي. بعد المداخله التليفونيه بقى ندخل في موضوع الحلقه. طول الوقت الشهور اللي فاتت دي، خلال 2019 تحديدا، بقت فكره الترند على السوشيال ميديا منتشره بشكل غير عادي. اي حاجه في لحظه ممكن نلاقيها بقت ترند، ولو بقت ترند دايما هتلاقيها على لسان كل الناس. السوشيال ميديا اصلا احتلت مساحه في حياتنا مهوله. انا الحقيقه مش قادره اتخيل هي المساحه دي ايجابيه ولا سلبيه، بس بشكل كبير هي ليها تأثير سلبي علينا، تأثير سلبي جدا وتأثير مش حلو، لأن الناس اللي على السوشيال ميديا واللي بيعملوا الترندات دي دايما سنهم هيكون من 13 أو 14 سنة لحد مثلا ال 40، دول اللي بيخلقوا أصلا فكرة الترند، اللي هو الجيل اللي طالع، النشأ اللي لسه بيتبني واللي تفكيره بيترسخ من دلوقتي على أسس وحاجات هي دي اللي هيكمل بيها بقية حياته. فكرة السوشيال ميديا والمنصات الاجتماعية اللي كل شوية تكتر، يعني في الأول كان أقصى حاجة حد ممكن يعرفها جوجل والفيسبوك،
ده كده يعني هو شبح، هو خلاص يعني في الانترنت ملوش حل. دلوقتي بقى في اكتر من ابلكيشن واكتر من منصه اجتماعيه، في منهم كمان المجهول الهويه اصلا احنا مش عارفين هو مصدره ايه، وبقت الاولاد او البنات او الشباب عموما على طول عليه. المنصات الاجتماعيه الكتير قوي اللي انتشرت، يعني بنسمع عن الحاجات اللي هي مشهوره جدا زي التيك توك، ميوزيكلي، السناب شات، في كمان منصات تانية كتير دي بدون ذكر اسمائها يعني مش عارفين اصلا هي مصدرها. يعني مثلا بلاقي حد بيقول لي ابلكيشن اسمها سكوب او دو حاجه كده، كل دي ابلكيشنز المفروض ان هي منصات اجتماعيه. ايه اللي بيتعمل عليها؟ ولا حاجه، ما بيتعملش عليها اي حاجه خالص، يعني احنا ما نعرفش، هي ناس بتدخل على المنصات دي بتبقى مشتركه فيها بس. ففكره المنصات الاجتماعيه وفكره انتشارها وفكره القيود اللي المفروض تتحط عليها والسوشيال ميديا واثرها والترندات وكل الحاجات اللي ملهاش اول من اخر دي هنناقشها في حلقه النهارده. اكيد مش هنقدر نتناولها كلها لان احنا زي ما قلنا قبل كده في دايما نقطتين والخ في اخر الكلام، بس على الاقل هنحاول نعرض الجانب الاكبر ليها وهنحاول نتكلم عن الايجابيات والسلبيات، والسلبيات اكتر اللي انتشرت بسبب الموضوع ده. السوشيال ميديا دلوقتي بقت كل المنصات الاجتماعية بترجع تصب عند الفيسبوك، يعني مثلا لو بنتكلم عن التيك توك وعن ميوزيكلي، فأي حد بيعمل حاجة على الابليكيشنز دي بياخدها وبيشيرها كمان على الفيسبوك، فبتظهر لأي حد حتى لو هو مش مشترك على التطبيقات دي. فأنا كحد مش مشترك عليها ومش حابة أن يشترك عليها أو يكون لي حساب، برضو بشوف اللي بيتم عليها عن طريق الفيسبوك، لأن هم بياخدوا فيديوهاتهم عليها وبيشيروها، فانا كده كده بقيت طرف سواء انا موافقه على الابلكيشنز دي وانا حد عنده حساب عليها او لا. اكيد الناس اللي بتتفرج عليا زينا كتير، يعني عاملين نفس الموقف او مش عاملين مثلا حسابات على الابلكيشنز دي بس بيشوفوها، ده لو مش كلنا. فانا هستنى بعد الفاصل تليفوناتكم تقولوا لي ايه انطباعكم عن الابلكيشنز الكتير اللي ظهرت والمنصات الاجتماعيه، وايه رايكم في التيك توك وفي ميوزيكلي وفكره الترندات عموما. هسمع منكم وهنرد على ده وهنحاول نحلل الموقف ونشوف ايجابياته وسلبياته، علشان فعلا بقينا في خطر احنا واولادنا بعدين واخواتنا الصغيرين بسبب الحاجات دي. استنونا بعد الفاصل ونشوف الكلام ده مع بعض. اهلا بيكم مره تانية بعد الفاصل وموضوع السوشيال ميديا والترندات. في البدايه من حوالي سنه مثلا بدا ينتشر قوي تطبيق ميوزيكلي، كانت دي البداية اللي بقينا بنسمع عنها، عن تطبيق بيتعمل عليه فيديوهات وبتتركب مثلا الصورة مع الأغاني وناس بتطلع تغني أو تحط صوتها مثلا صوت أغنية بتعبيرات وش معينة وما شابه. الابليكيشن ده المفروض إن المؤسس بتاعه زي ما مكتوب على جوجل وعلى ويكيبيديا بالظبط، أي حد يعمل سيرش هيلاقي الكلام ده، كان كاتب إن هو جات له الفكرة وهو في قطار ماونتن فيو لما شاف مجموعة من الشباب الصغيرين في سن المراهقة وهم بيتصوروا سيلفي وبيسمعوا أغاني وبيركبوها على بعض وبيشيروها كفيديوهات وبيشوفوا تعبيرات الناس عليها مثلا أو ردود أفعالهم عليها، فجات له فكرة التطبيق إن هو يبقى منصة اجتماعية، وأصر على كلمة منصة اجتماعية، لكن تكون فيها فكرة إنه يتعمل فيديوهات بصورة الشخص بس على أغاني معينة. أصر على إن هي منصة اجتماعية. بعد ميوزيكلي بفترة أو بالتزامن معاه انتشر التيك توك، أبليكيشن الشباب بتطلع تحط مثلا صوت معين وتعمل عليه فيديو حركي سواء بقى أغنية أو غيره بردود مثلا أفعال معينة كده على الفيديو أو بيحاولوا يقلدوا حاجة معينة. الموضوع انتشر جدا بين الشباب في السن ده، وبقى اي حد بيطلع يركب حاجه مثلا اغنيه او حاجه زي كده ويطلع يحطها على الفيسبوك او على الانستجرام. في ناس معينين انا واحده منهم مش مشتركين على التيك توك ومش عندهم تطبيق ميوزيكلي، لكن بيشوفوا الحاجات اللي بتحصل على الحساب ده سواء كانوا عندهم الحساب نفسه او على الفيسبوك، فبقينا متضررين من اللي بيحصل عليه. مش بالضروره خالص انت كمشترك على التيك توك يكون عندك حساب لو عايز تدخل تتفرج او لو عايز تكتب مثلا لحد تعليقات معينه او يبقى في نوع من التواصل بينك وبين حد، ممكن تعمل ده من غير ما يكون عندك حساب، يعني انت تبقى مشترك على التطبيق نفسه بتدخل عليه بس مش بتعمل فيديوهات عادي، او ان انت تكون زي ما انا بقول لكم ما عندكش اصلا الموضوع ده خالص وانت بس بتشوف الحاجات دي على الفيسبوك او على الانستجرام.
في كل الأحوال هتتفرج، هتشوف حاجات منها. الفترة الأخيرة ما بقيناش عارفين نحط تصنيف معين للناس أو الشباب اللي بتطلع على التطبيقات دي، هما بيطلعوا بغرض إيه؟ يعني كان الأول أغاني شعبية الشباب بتطلع تغني عليها وتعمل حركات كأنهم بيأدوا الكليب، بعدها بشوية بقت حاجات كوميدية مثلا، بيطلع يحط فويس كوميدي معين وهو يعمل صوت عليه. بعدها بشوية البنات بدأت تدخل في الموضوع قوي، وما بقاش على قد ان هما بيعملوا فيديوهات مثلا على الأغاني، ده بقى فيه نوع من الإسفاف وكم قلع غير عادي. هو انتي او انت هنا بتقدم محتوى عبارة عن ايه؟ ايه المحتوى اللي بتقدمه؟ فانا لما اجي اتفرج احطك في تصنيف معين، انت هتتصنف لايه؟ فكره التصنيف. خلينا ناخد مداخله تليفونيه وبعد كده نكمل كلام عن التصنيفات. الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام، استاذن حضرتك بس توطي التلفزيون وتسمعيني من الموبايل. طيب يا حبيبتي اتفضلي. الفقره على فكره جميله جدا وليها علاقه طبعا اكيد بالفقره اللي بتاعت الحلقه اللي فاتت، هي فعلا سابت فينا اثر سلبي جدا، فانا بشكرك على الفقره دي. ميرسي لحضرتك. ايه راي حضرتك طيب في التيك توك وفي ميوزيكلي وفي الحاجات دي كلها؟ والله بصي، هو تنوع التطبيقات دي حاجه كويسه، ان هي تبقى متسعه لجمهور عريض على اساس ان كل واحد ايه يقدم محتوى كويس، فهي المشكله مش في كترها، المشكله في المحتوى نفسه. تمام. فانتوا دوركوا بقى في الاعلام ان انتوا توجهوا الشباب ان هم، يعني انا كنت اخر حاجه سمعتها منك دلوقتي ان انت بتقولي بتساليهم، تسالي الشباب، وطبعا انت شابه ما شاء الله عليك يعني، فبتقول لهم ايه المحتوى اللي انتوا بتقدموه كويس. هو بالفعل المحتويات كتير. ان انت ايه يعني بلاش الهجوم. لا احنا لسه مش بنهاجم، بس لسه في باقي للحلقه حضرتك ما تقلقيش، احنا هنتكلم معاهم في ده وفي ده. يا حبيبتي احنا ان شاء الله، يعني بصي انا ام وابني في سن حضرتك كده، فانا ايه يعني ومبسوطه ان انت شابه صغيره وبتقدمي برنامج زي ده وبتقدمي حاجه هادفه، بس عايزه اقول لك انه الشباب ما بيحبوش الايه عارفه اللي هو التركيز على السلبيات، حاولي تركزي على الايجابيات. اكيد. حاولي تطرحي موضوعات تخليهم هم يتناولوها وتبقى ترندات. احنا اخترنا الموضوع ده لانه اكبر ترند هما بالفعل بيمارسوه، وحابين ان احنا نسمع منهم ونشوف هما ايه المحتوى اللي هما بيقدموه، بحيث انه لو في محتوى سلبي بيتقدم نتكلم معاهم ونتناقش معاهم في انه المحتوى ده مش المفروض يتقدم كده. بس هقولك على حاجه. اتفضلي. ان انا 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 مش عارفه بالظبط الترندات دي يعني في خلاف عليها، هل هي بتبقى مثلا مدفوعة الأجر؟ هل هي ليها علاقة بالسياسة؟ أنا مش فاهمة لها بصراحة. بيبقى يعني في منها مدفوع الأجر يعني. حضرتك مدام إيه معلش؟ كنت فاكرة إن هي بتبقى في منها ترندات مدفوعة الأجر يا مدام فاطمة، يعني في كل ما حققت مثلا نسب انتشار أعلى بيبقى ده ليه ربح مادي أكبر. يعني هي بتبقى مدفوعة الأجر فعلا؟ بالفعل في منها بيبقى مدفوع الاجر، وحتى الحاجات بتاعه التيك توك وميوزيكلي اللي بتنتشر كتير جدا دي نسب المشاهده دي بتدخل للناس فلوس، فاحنا كل الهدف من الحلقه انه لو ده ليه ربح سواء مادي او غير مادي يبقى بس متوظف صح، ما تبقاش بناتنا طالعين تقلع وتعمل حاجات غير هادفه لمجرد ان هي تحقق ربح سواء مادي او حتى بنسب مشاهده وتعليقات. بنشكر حضرتك يا مدام فاطمة على مداخلتك، وإحنا فاهمين وجهة نظرك، وإحنا بما إننا شباب أصلاً فإحنا مدركين جداً إنه ما ينفعش نطلع بس نتكلم عن السلبيات، لكن بما إن السلبيات هي الجزء الأكبر فلازم نبدأ الكلام بيها، لأنه لما أكون أنا بنت في سن العشرينات وعايزة أكسب مثلاً سواء شهرة أو فلوس، إحنا دلوقتي مش بتكلم عن الناس اللي بيدخلها ربح مادي بس، أنا بتكلم عن الموضوع ككل، ويكون كل هدفي ان انا اطلع اقعد اعمل حركات اغرائيه واحاول ابين اكبر جزء ممكن من جسمي علشان بس اخد عدد مشاهدات او بس عشان اخد فلوس، فده مش صح، فمش هينفع ابدا حتى لو انا مش عايزه اهاجم ان انا اسكت على الوضع،
لازم اطلع واقول لكم انه عندكم 1000 طريقه تانية، وده اللي احنا كنا لسه هنتكلم فيه دلوقتي، للربح وللشهره، غير ان انتوا تقلعوا او غير ان انتوا تقدموا اسفاف بالمنظر ده. يعني مثلا كنا بنتكلم قبل مداخله مدام فاطمه عن التصنيفات، انت تصنيفك ايه في اللي انت بتقدمه؟ يعني لو انت بتقدم لي محتوى كوميدي، طبعا الفن الكوميدي ده موجود من سنين، احنا بندخل بنحجز تذاكر في المسرح عشان نتفرج على ناس بتمثل وبتأدي عروض مسرحية عشان تضحكنا، يعني ده موجود بالفعل. فانت ممكن تعمل محتوى كوميدي، يبقى انت تصنيفك بالنسبة لي حد بيقدم محتوى كوميدي، المحتوى بتاعك كده. لو انت مثلا حد مجرد انه بتحاول تحط فيديوهات فور فن للتسلية بس، زي ما كانت بداية السناب شات اصلا نازلة، التطبيق اللي بيحط صور معينة مثلا على الوش او بيركب ارانيب بقى وقطط وحاجات كده غريبة لمجرد ان انت بتلعب او للتسلية للترفيه فور فن. الفكرة كلها في التطبيق ده ان متعة، يعني انت بتعمل حاجة انت واصحابك مثلا بتستمتعوا بيها، فده معروف ان هو للتسلية. فانا صنفتك ان انت بتقدم محتوى مثلا بتسلي الناس، او انت ما بينك وما بين اصحابك عادي جدا. لكن وصلنا بقى لمرحلة القلع، او لمرحلة فيديوهات بيتقال فيها الفاظ مش كويسة، بتحط لي صوت بيقول يعني الفاظ مش ما ينفعش تتقال، ما ينفعش تتقال حتى بين الصحاب وبين بعض، مش بس تتعرض على السوشيال ميديا بالشكل ده، او ان انت بنت طالعه بس بتقلعي وبتبيني جسمك وبترقصي بشكل وحش، لا ده مكانه مش هنا، ده مكانه مش السوشيال ميديا ومش قدام الناس دي، عشان انا واحده بلاقي الفيديوهات دي جت قدامي فانا متضرره، فيبقى ده مش صح. فتصنيف المحتوى هو اللي بيحدد اذا كنا هنتكلم في ايجابيات ولا سلبيات. انت بالنسبه لي تصنيفك ايه؟ معانا مدام دوابه من اسوان. انسه دوابه من اسوان. انسه دوابه بعتذر لحضرتك. لا مفيش. اتفضلي حضرتك. دلوقتي حضرتك انا ما عنديش نت بصراحه، بس عارفه ان اي موضوع بيثير الراي العام بيتعرض على الاعلام. حقيقي. يعني الاعلام بيهتم بيه. حقيقي. اما اللي بيعملوا مناظر مش كويسه او بتطلع بصور مش كويسه، فين الرقابه حضرتك؟ بالظبط كده. يعني فين الرقابه اللي تحاسب على الحاجات دي؟ المفروض ان الحاجات دي في رقابه. اللي بيطرح فكره مفيده او بيطرح خبره في الحياه اكتسبها ادت ان هي توصل لنتيجه مفيده، ده نشجعه، ما نصادرش عليه. لان خلي بال حضرتك، العلماء نجحوا برا ما نجحوش عندنا هنا. ليه؟ لان في ناس محبطين لاي فكره ايجابيه. اكيد. اي فكره بتفيد المجتمع تلاقي ناس ينظروا ويفلسفوا من غير ما يجربوها ويشوفوا نتائجها. اما المناظر المش كويسه او المناظر الخليعه دي بتساعد على اسفاف المجتمع، دي اساسا المفروض يكون في رقابه تمنع الكلام ده. التشهير، التشنيع، البهتان، الغيبه، النميمه، الحاجات المش كويسه دي كلها بتؤدي لانحدار السلوك القويم في المجتمع. المفروض بالزبط. يكون في رقابه تمنع هذا الكلام. احنا اولادنا بقوا بيقلدوا الفيديوهات دي، او اخواتنا بقوا بيقلدوا الفيديوهات دي وبيعملوا زيها. ما عشان كده الهيافه زادت في المجتمع. ليه؟ عشان خاطر بيسيبوا الحاجات دي تمتد. النهارده اللي بيتكلم عن الصالح تلاقي 100 حد ينظر ويقول لك لا ومش لا وفين وعلمه وايه كنت لكن لما حاجه مش كويسه تلاقي الكل بينشرها والكل فرحان بها. هنا احنا محتاجين حضرتك لوقفه كويسه، احنا لو اتبعنا الدين هنمشي في طريق كويس وطريق مستقيم. هو ده بالظبط اللي احنا بنتكلم فيه فعلا يا انسه دوامه. الدين بيقول احنا نمشي وراه. وما فرطنا في الكتاب من شيء، ربنا ما فرطش في كتاب الله وسنة رسوله من شيء، أما المناظر الخليعة والتشهير والكذب ده المفروض يكون فيه رقابة بتحد من هذا الكلام أو بتمنعه، لأن ده بيؤدي لانتشار العادات السيئة في المجتمع. أكيد. بنشكر حضرتك يا أنسة دوابة، شكرا لمداخلتك. فكرة الانتشار اللي احنا كنا لسه حالا هنتكلم عنها اللي هو الترند، لما التيك توك نزل وبقى فيه ناس بتعمل عليه فيديوهات، فبقت اسهل حاجه مثلا الشير، وان احنا بنحط ده على الصفحه بتاعتنا احنا، حتى لو احنا مش عاملين اصلا تيك توك، بس خلاص هو الموضوع عجبنا فنشرناه. فبدات ينتشر ان الموضوع زي لزوم الروشنه كده، يعني انا عشان ابقى حد روش فاسهل حاجه بالنسبه لي ان انا افتح التيك توك واعمل فيديو حلو كده وانزل عشان اعرفهم ان انا راكب الموجه، ان انا طالع في الترند. فبقى التيك توك اصلا كابلكيشن هو ترند، فبقى الكل عمال يشير ويعمل فيديوهات بحكم انه انا لازم اركب الموجه، يعني لازم انتشر بالطريقه دي. طبعا الاساس اللي انا بتكلم فيه مش فكره التيك توك كابلكيشن، فكره استخدامنا ليه. يعني شفنا فيديوهات، طبعا الحاجات دي مش هينفع اعرضها هنا عشان سياسه القناه، شفنا فيديوهات فعلا اسفاف غير عادي،
يعني الحاجات دي لو بتتعرض في افلام او في مسلسلات بيتكتب عليها كده بلس 18. اللي عاملينها اصلا هم تحت السن، يعني الناس اللي عامله الفيديوهات دي اساسا تحت السن. الحاجات دي مش مكانها هنا. انا مش مطلوب مني ان انا مثلا الاقي الحاجات دي متشيره مش هتفرج عليها، انا كساره مش هتفرج عليها. بس في حد تاني اللي هو السبب اصلا في ان هي تنتشر، اللي هو عمل شير واللي بعده عمل شير واللي بعده عمل شير، هم اللي خلوا الحاجات دي سعر، هم اللي خلوها بقت منتشره وبقت ترند. يعني مثلا بعيدا عن التيك توك وبعيدا عن الميوزيكلي وبعيدا عن المنصات دي خالص، في اتنين على السوشيال ميديا مش هذكر اسمهم بس انا متاكده ان مفيش حد هقول اللي هما بيعملوه غير وهيعرف هما مين. الاتنين دول حرفيا هما منتهى الاسفاف والسوء اللي في الدنيا، بيعملوا فيديوهات وبينزلوها ملهاش اي معنى ولا ليها اي لازمه. انا مش فاهمه لحد النهارده فيديو واحد من الفيديوهات اللي هما قدموها كانت ايه اهميته. فيديوهات يعني انت واحد بتصور مراتك مثلا معاك في وضع مش هيفيد الناس في حاجه لما يشوفوه، بالعكس يعني، او بتصورها في المستشفى وهي مثلا بتجيب بيبي يعني وبتتألم بقى، ايه القرف ده؟ ايه القرف ده بجد؟ انا كمشاهد استفدت منك ايه؟ انت كبلاجر بتعمل فيديوهات على السوشيال ميديا افدتني في ايه؟ ايه المحتوى اللي انت قدمته لي؟ حياتك الشخصيه مش مطلوب مني ان انا اشوفها. الناس اللي اصلا بتتريق عليهم وبتشتمهم هم اللي شهروهم. انت لما قعدت تشير عنهم فيديوهات وقعدت تتكلم عنهم وقعدت تشتم فيهم، ما انت عملت لهم سعر. طب ما انت دلوقتي يا استاذه ساره طلعت تتكلمي عنهم. انا بتكلم عن الفكره ان يا جماعه احنا اللي بنحدد الحاجه دي تنتشر ولا لا. احنا بس اللي قادرين نعمل ده، احنا اللي قادرين نخلي الناس دي تتعرف بان احنا نقعد نشير لها، حتى لو بنكتب كابشن فوق البوست بنتريق او بنشتم عليهم. الصح مش ان احنا نشير، الصح ان احنا نوقفها. خلاص جت لحد عندك اوقفها بقى، انهي الموضوع. صدقوني لو تجاهلتوا المناظر دي مش هيتعمل لها سعر، بس فكره الشير والانتشار والترندات اللي اصلا حتى لو بتريقه هي اللي بتخلي الناس دي تظهر. معانا مداخله تليفونيه، مدام حنان مش شرقيه. السلام عليكم. عليكم السلام. والله انا عايزه اضم صوتي لصوتك وفعلا بايد كلامك ده. متشكره لحضرتك جدا. المناظر دي يعني بتتعب اللي بيشوفها. اكيد حضرتك مش بتبقي بنيكي فيها. انا بعيد كلامك والمفروض الحاجات دي تنشال، وفعلا اولادنا بيقلدوها. حضرتك يعني عندك اولاد في السن ده؟ عندي سن مراهقة، عندي بنت وولد، ففعلا الكلام ده بينطبق فعلا. طب عايزين يعملوا تيك توك، عايزين مناظر وحشة اصلا. لما حضرتك بتتكلمي معاهم بيقولوا لك ايه؟ يعني بيكون ردودهم عليكي ايه؟ هما بيعملوها ليه؟ يعني زي اصحابنا كله بيعمل كده. زي اصحابنا وكله بيعمل كده. كل اصحابنا حوالينا بيعملوا كده، يعني حاجه وحشه في المجتمع اصلا، يعني بتخلي الاخلاق الولاد وحشه. كل حاجه فيها وحشه. فانا بضم صوتي لصوتك وبحييك على البرنامج ده. ميرسي لحضرتك جدا. والله فعلا يعني احنا كنا محتاجين فعلا برنامج زي كده، والمفروض كل الاعلاميين يعملوا كده ونوقف اي حاجه بتضر اولادنا. وعايزين حاجات هادفه لاولادنا عشان خاطر يستفادوا منها، مش حاجات تبوظ اخلاقهم، حاجات تنمي اخلاقهم. عايزين حاجه كده تشجعنا، حاجات حلوه. يعني دي حاجه استفاد منها، مش حاجات تبوظ اخلاق اولادنا. ننمي مثلا مواهبهم ابسط حاجه. انما وانا مثلا بسمع في برنامج ديني بلاقي حاجات، يعني في حاجات وحشه بتيجي قدامي كده غصب عني. المقترحات. فأني مش عايزين الحاجات دي، ويا ريت حد يقدر يوقفها يعني عشان خاطر الاولاد وزي كده. يعني احنا اللي هنوقفها يا مدام حنان ان شاء الله، بان احنا نتفق كلنا على مبدا واحد نتعامل بيه، انه الحاجات دي وصلت لنا يبقى نوقف عندها. ايوه انا بصي، انا عشان كده ضميت صوتي لصوتك وبأيد برنامجك، وربنا يعينك ويوفقك يا رب. ميرسي لحضرتك يا مدام حنان، بنشكرك. السن ده سن خطر جدا، لازم بيقلد ولازم بيشوف ان الحاجه الاكثر انتشارا هو هيعملها لان هي دي الاصح. فعلشان كده احنا طالعين نتكلم عشان الجيل ده ما يتاذيش، لان دول شباب بكره اللي طالعين المفروض هيبنوا البلد وهيعمروا فيها بعد كل النكبات اللي مرت بيها. معانا مداخله تليفونيه، استاذ محمد. اهلا. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل حضرتك. كنت انا بصراحه موضوع الترندات ده والتيك توك وكل الكلام ده مش عارف ايه المحتوى اللي يعني
اللي الشباب ده بيقدمها. انا واحد من ضمن الشباب يعني، عندي 23 سنه، فانا اصلا ما بعرفش استعمل الحاجه ديت، وعندي موهبه وكل حاجه وبقدم محتوى، بس مش قادر ان انا اقدم اللي انا بعمله او الموهبه بتاعتي، فاهم قصدي؟ ايه موهبه حضرتك يا استاذ محمد؟ انا اصلا بقى يعني شاعر وبعمل حفلات وكده، والموضوع ده صعب جدا. اكيد. فانا يعني في ناس ما بتقدمش محتوى ولا اي حاجه غير الوريه او اي هبل في الهبل كده بيتقال وخلاص. ايه المحتوى وانت تاخد حاجه مفيده؟ فمش هتلاقي. يعني حضرتك صاحب الموهبة بتتعب جدا عشان تحاول تنشرها للناس وتقدمها لهم، واللي ما عندهمش موهبة بينتشروا. لان احنا حاليا دلوقتي ما بنبصش غير على الحاجه اللي اكتسبها، الحاجه اللي ملهاش قيمه اصلا، فجاه بنلاقيها ترند وكل الناس بترددها او كل الناس بتعمل لها شير وهكذا. عشان احنا الناس، احنا اللي بنردد واحنا اللي بنشير واحنا اللي بنعمل، فاحنا لازم نوقف ده. لازم نخلي الحاجات التافهه ملهاش سعر. بالظبط. حتى لو انا بعمل شير ولا كده، حتى يعني مثلا لو انا بعمل شير على حاجه سلبيه وبعلق عليها، فانا كده بساعد برضه، يعني بساعد برضه ان هي تنتشر. ممكن اعلق عليها من غير ما اشيرها. بالظبط. فانا المفروض ان انا كانها مش موجوده، يعني كان الحاجه ديت مش موجوده. بالظبط. لو انا وانت وكل الناس عملوا كده، فبالتالي اللي هيبقى في الترند الحاجه مالهاش قيمه ولا حد يظهر من الناس ديت. هتموت. بس المفروض احنا لما نلاقي حاجه كويسه، انا او غيري او اي حد عنده موهبه او عنده اي حاجه يقدر ان هو يقدمها، المفروض ندعمه، المفروض نعمل له شير. في حين ان احنا بنلاقي ناس لا بتعيب على اللي بيقدم موهبه او بيقدم مستوى اصلا، وما بيلاقيش اي دعم من الناس يعني. فبصراحه احنا السبب في الترندات واحنا السبب في كل حاجه يعني. ما نقدرش نلوم غير نفسنا، احنا اللي اكيد بنعمل للناس ديت قيمه، وهم شباب صدقيني، ما هم من ضمن الجيل اللي احنا فيه، بس هم شباب تافه ما بيقدموش اي حاجه خالص، ما عندهمش اي وعي لاي حاجه. بس استاذ محمد بنحييك وبنشكر حضرتك على مداخلتك التليفونيه. بالنسبه لموهبه حضرتك، احنا هنا في البرنامج بنتبنى اي موهبه بنحب ان احنا نعرضها، ممكن تسيب رقمك في الكنترول وهنتواصل معاك. اما بالنسبه لتعقيبك على ان احنا لازم نوقف الحاجات دي عندنا، هو ده فعلا اللي احنا بنتكلم فيه. الحاجات دي لازم تقف عندنا. الناس اللي بتقدم محتويات لو عنده موهبه حتى في التقليد، ما هو التقليد ده برضو موهبه، فكره ان هو بيعرف يقلد او يمثل او يعمل مثلا شكل معين لسلوك حد بيعمله هو بيقلده، ده في حد ذاته دي موهبه، دي حاجه كويسه. فكره ان هو بيعرف يضحك حد، دي موهبه برضه، هو دمه خفيف. دي كلها مواهب تحترم، ممكن نتفرج عليها ونضحك ونستمتع بيها حتى لو من باب التسليه بس. لكن كم الاسفاف اللي بقى موجود ده، انا بقيت بشوف حاجات والله تنافي العقل تماما. يعني ممكن اشوف واحد طالع هو ومراته بيعملوا فيديوهات مثلا مخله، بالمعنى الحرفي مخله. يعني كمان مش كفايه مصيبه ان انت بتقدمش محتوى، ده انت كمان نخوتك ماتت الحمد لله. معانا مداخله تليفونيه. الو. الو. ايوه مع حضرتك، اتفضلي. انا مدام رندا من اسوان. اهلا وسهلا بيكي، اتفضلي مدام رندا. لو سمحتي انا بس كنت عايزه اوضح حاجه واحده بس، ان كل الفيديوهات الخليعه اللي بتحصل دي هي سبب كل المشاكل الزوجيه اللي بتحصل. اي ست بتتابع على السوشيال ميديا بتشوف المناظر دي بتحاول تشوف انا جوزي بيتفرج على ايه، انا جوزي معقوله بتنزل له الحاجات دي؟ وطبعا لما بيتفرج عليها بيرجع يبقى عايزها زيها. طبعا. وبتضطر ان هي بعدين تقفل التليفون بتاعه، بتلاقي فعلا الحاجات دي الراجل طبعا غصب عنه كأي راجل في الدنيا. وانا بس مشكلتي ان احنا بعدين بنلوم على الرجاله، يعني انا كست بس انا مش بلوم على الرجاله. وجهة انا نظر. دلوقتي حاليا بلوم، او انا يعني كل البنات وكل الستات هي السبب في كل المشاكل اللي بتحصل. وبعدين كل واحده تيجي تقول انا جوزي بيخوني، طب ما عشان انت مش محترمه اصلا. ما انت لو احترمتي كل واحده احترمت نفسها، مش هيبقى الراجل هيخون معاني. ما احنا لو الستات محترمين هو الراجل هيخونك معاني. انت معايا في الحته دي؟ ايوه طبعا مع حضرتك جدا، ما هو هيخونك مع ست برضو. انا اقسم بالله عن جد في الواقع بتاعي كله انا حالات طلاق وحالات مشاكل زوجيه رهيبه بسبب الحاجات دي. ان هو بيتفرج وبيجي يبقى بيخونها، او بيبقى عايز ان هي تبقى شبههم وهي مش بتعرف بحكم ان هي زوجه وبيت واولاد و... ولا وحتى لو بتعمل، ما انا بصي حتى لو الست بتعمل، يعني ساعات بتبقى الست عامله كل اللي عليها،
بس طبعا دي ودي 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 ما هو قدامه ببلاش كل الاشكال دي، هو طبعا غصب عنه هينفاق ورا الفيديو ده او ورا الفيديو ده شويه. انا بس نفسي حاجه واحده، احنا ليه كبلد ما نعملش عقاب لاي فيديو خارج؟ رقابه. ليه؟ رقابه، ويبقى فيه فعلا عقاب لاي فيديو خارج بالنسبه لبلدنا، زي ما بيبقى فيه حاجات كده على الافلام والمسلسلات ومصنفات، تبقى فيه برضو نفس الحاجات دي على السوشيال ميديا. بالظبط كده، عشان احنا على فكره اقسم بالله احنا الحالات دي زادت جدا جدا في الواقع، وانا بجد يعني كست. هو ده الواقع بالفعل، هي مش زادت في الواقع، هو ده الواقع. انا والله العظيم بجد انا دلوقتي حاليا بقيت انا بكره اي بنت واي ست، لاني بحس ان هم السبب في كل المشاكل. اذا يا بنتي انا اساسا خلوني عندي عقدة ان انا اخلي البنات، يعني شفتي وصلت معايا لايه؟ شفت. لا بجد انا نفسي يبقى في حل، لازم يبقى في حل. نتمنى ان شاء الله ان احنا نحاول نخلي في حل، يعني الحلقة دي تكون بداية ان يكون في حل. بس لحضرتك يا مدام رندا، شفتوا وصلنا لايه؟ يعني شفتوا الحلقة لفت بينا وبقينا فين؟ انه المشاكل الزوجية بيكون سببها كم الاسفاف والخلاعة اللي بقت بتحصل في فيديوهات زي فيديوهات التيك توك. لان واحدة لما تطلع، يعني انا اسف اللفظ، قلعة قدام الراجل، ما هو هيتفرج، ايه اللي هيمنعه؟ طب ما هو الراجل لازم يبقى عنده دين ويغض بصره. دي حاجات بقى نفسية كده، يعني انا هو قدر يجاهد نفسه وما يتفرجش مرة، ما قدرش، مش موضوعي. معلش يا جماعة انا اسفة في اللفظ، الحاجات دي مكانها الكباريهات والنايت كلاب، بيقلعوا بيرقصوا هناك، على الاقل بتبقى مقفولة، انا مش هدخل مكان من ده غير لو انا عايزة اتفرج، بس مش هتبقى على العموم كده لكل الناس. خلونا ناخد مكالمة تليفونية. الو، ام اياد. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. ازي حضرتك يا سلمان، عاملة ايه؟ ميرسي، ربنا يخليكي، الحمد لله. ممكن بس توطي التلفزيون، اسمعينا من التليفون بس. تمام، معاكي يا فندم، اتفضلي حضرتك. اولا بشكر حضرتك جدا على موضوع الحلقة. ميرسي. وعايزة اقول رأيي. اتفضلي حضرتك. قبل ما نبص حضرتك للسوشيال ميديا، نبص للكليبات اللي في التلفزيون طالعة ازاي، وكمية البنات اللي بتيجي واللبس اللي هما بيلبسوه بجد حاجة بقت في منتهى قلة الأدب. لو احنا بصينا على كده هنلاقي في السوشيال ميديا محدش بيقلد، لكن هما بيقلدوا أصلا الكليبات وبيقلدوا اللي بيشوفوه في التلفزيون. لازم يكون في رقابة. لو بصينا للأول من زمان كده ما كانش فيه الكلام ده، كانت الأغنية محترمة جدا وكلماتها حلوة جدا. بنشكر حضرتك يا مؤيد، بنعتذر عن الخط فصل. معانا الباشمهندس محمد. احمد يا فندم، السلام عليكم. باشمهندس احمد، بعتذر عليكم، السلام، اتفضل. ازي حضرتك؟ الحمد لله بخير. قد كده انا سعيد جدا بالبرنامج ده، ويا ريت يبقى كل القنوات تحذو حذو قناه الصحه والجمال، وقد ايه اسلوبك الرائع والمقنع. فانا عايز اقول حاجه، اولا انا بايد كلام الاستاذه رندا، كلام اللي هي من اسوان، قد كده يعني حطت ايديها على الجرح. تمام، انا اسف ان انا اقول كده، ان وراء كل مصيبه امراه. من الاخر حضرتك، الراجل اللي اتفرج على الحاجات دي، تمام، هو راجل طبعا بعيد عن انه يكون رجل. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الديوس، قال يا رسول الله، الذي لا يغار على اهله. انت لما تتفرج على حاجه زي كده تاكد ان حد من اهلك هيتفرج، بنتك، مراتك، تمام، اختك. فبالتالي لو كل واحد يتقي الله في نفسه وفي اهله، تمام، يمنع، يعرف اللي حواليه، تمام، الاستاذ في مدرسته، الامام في مسجده، الراعي في مكانه، كل اب كل ام. الام تدور ورا بنتها في المدرسه، تشوف كشاكيل المدرسه فيها ايه. اما الطالبه تبقى عامله جايبه رسمه قلب كده ومكتوب عليه كيس مي للاستاذ يصحح لها الكشكول، يبقى فاضل ايه؟ حضرتك ما فيش مراقبه خالص. الاولاد، مراقبه التليفونات بتاع الاولاد، مراقبه كشاكيلهم، مراقبه الاولاد اللي بتخرج من البيت على انها رايحه الدرس، ده مش رايحه الدرس، ده رايحه خروجه لابسه زي للاسف، تمام، وهتبقى قاعده قدام الاستاذ ايا كان الاستاذ ده، تمام. ما اجتمع رجل وامراه الا وكان الشيطان ثالثهما. حضرتك المفروض يبقى فيه
قدوه في البيت. تمام، احنا ما بنحاكمش الاستاذ ولا بنحاكمش الامام، احنا بنحاكم الانا العليا، الضمير الداخلي لكل بني ادم، كله مسؤول عن رعيته. الام اكتر عضو في البيت قاعد مع الاولاد، الاب بيشتغل بيسافر بيروح بيقعد على القهوه، مالناش دعوه بيه، الام هي الاساس. تمام، فانا حضرتك اللي بيشيروا الحاجات ديت واللي بيعملوا الحاجات ديت، اصلا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال سياتي زمان على امتي يتحدث في امر في امر العامه الرويضه، هم دول الرويضه، هم دول التفهه، هم دول القذره، هم دول اللي هم اصلا نبت سيء، هم بذرتهم اصلا مش كويسه، فالنبت السيء لا تنتظر منه الا السوء. شكرا جزيلا. باشمهندس محمد بنشكر حضرتك. تعقيبي بس الوحيد على كلام حضرتك انه لا معلش، البيت بقى ما دام لازم يكون فيه رقابه ولازم يكون فيه متابعه منهم، ده دور الاب والام. يعني الاب مش هيتشغل بس في حياته في الشغل وفي القهوه وهيسيب الام بس هي اللي شايله الموضوع لوحدها، الموضوع متشارك بينهم هما الاثنين، هما الاثنين محتاجين يراقبوا اولادهم ويشوفوا ويبقى فيه توعيه ويبقى فيه تربيه ويبقى فيه اسس بتتحط في اخلاق كل واحد او واحده من ولادنا، بحيث ان احنا ما نوصلش للمرحله دي. فحتى لو انتشرت حاجه مثلا على السوشيال ميديا او على غيرها، يبقى احنا زارعين الاساس، فعلى الاقل مطمنين ان ولادنا هيعرفوا يتعاملوا مع المواقف دي ازاي. بس ده دور البيت، يبقى البيت عموما كاب وكام، ودور المدرسه كمدرس ومدرسه، مش دور حد بعينه. الحلقه خدت اتجاه تاني خالص غير المقصود منها، يعني في نفس الدايره، بس عشان محدش يتوه مني انا باكد ان انا مشكلتي مش مع الابلكيشنز دي ولا مشكلتي مع البنات تحديدا اللي بيعملوا الفيديوهات دي، انا بتكلم في العموم. الفكره كلها انه ما ينفعش الحاجات دي تتقدم بالشكل ده، ما ينفعش ان انا ما اكونش بقدم محتوى اصلا واتكلم على انه عادي انا بتسلى، ما دام بتسلى يبقى اقدم حاجات طبيعيه. بعد الفاصل هنتكلم مع بعض عن موضوع الترندات وهفهمكم اكتر عن احنا قصدنا ايه. احنا بنحاول بس نوضح انه موضوع الحلقه بيتكلم في حته واحده، الترندات والسوشيال ميديا والمواضيع اللي بقت الاولاد بيعملوها او الشباب وبتنتشر بينهم حتى لو ملهاش اي اهميه ومفيش فيها اي محتوى، لا بنهاجم الستات تحديدا ولا بنتكلم عن ابلكيشن بعينه، احنا بنتكلم عن الموضوع كمجمل. استنونا بعد الفاصل وهنكمل مع بعض في الترندات والسوشيال ميديا. اهلا بيكم بعد الفاصل والحلقه اللي مليانه مداخلات تليفونيه عشان السوشيال ميديا والمنصات الاجتماعيه والترندات. بعتذر عن اي مكالمات احنا مش عارفين ناخدها ومش لاحقين، بس فعلا الموضوع واضح ان هو مضايق ناس كتير جدا. خليني بس زي ما بتكلم معاكم عن السلبيات اقول لكم انه موضوع الترندات ده ليه ايجابيات حلوه جدا، عشان محدش يتخيل ان احنا بس طالعين نهاجم الناس. لما بيكون في حاجه معينه حاصله في البلد، ومش بتكلم عن مصر، بتكلم عموما في اي دوله في العالم، وهم حابين يحجموا الدنيا ويسيطروا على الشعب بيقطعوا عنهم النت، عشان ببساطه الناس لو اجتمعت على حاجه الدنيا هتتقلب. بالظبط ده المفروض يكون بيحصل عموما، مش ان النت يتقطع، ان الناس تبقى عارفه ومدركه هي معاها سلاح مهم قد ايه. لو اخدتوا بالكم من الترندات اللي بتغير مسار حاجه معينه هتعرفوا قد ايه الموضوع فعلا فيه ايجابيه، ان احنا قادرين نغير وضع بان احنا نجتمع على حاجه واحده على منصات السوشيال ميديا والحاجات الاجتماعيه او الاجتماعيات عموما، خصوصا ان الحاجات دي بقت واخده مساحه من حياتنا اكبر من الاعلام. يعني انا ما بتفرجش على التلفزيون قد ما بقعد على الفيسبوك وغيرنا كتير. السوشيال ميديا اللي لما الناس بتجتمع على حاجه واحده بتعرف تجمع راي، بتعرف تبقى عارف الناس بتفكر في ايه، بتعرف تبقى مغطي الشارع كويس قوي، غير الاعلام مش لازم هتكون مجمع الصوره مثلا كامله او على الاقل بنسبه 90%. فالموضوع ليه ايجابيات كبيره جدا وكثيره جدا. جات لنا مكالمه في الكنترول دلوقتي من مركز ابو فنونه، بيقولوا لنا انه المفروض الحاجات دي اصلا بالفعل في قوانين رقابيه عليها علشان نكون بس منصفين، وانه القوانين دي بس بتحتاج ان هي تاخد شويه وقت علشان تتطبق، وانه للاسف بسبب ان اللي بيشير الحاجه دي مش بيفضل صاحبها بس، وان الحاجه بتتشير من مكان للتاني، فالاول اصلا المصدر بتاع الفيديو ممكن يمسحه من عنده بس الفيديو يفضل عند صفح تانيه كتير، وبالتالي فاحنا معرفناش نوصل لاساس الفيديو، فساعتها بتضيع الرقابه او بتضيع التصنيف علشان نقدر نوصل للشخص ده ونعمل له مثلا بلوك من على الابلكيشن دي الى اخره. فالفكره انه في فعلا قوانين رقابيه علشان ما نكونش بس بنقول كلام احنا مش مدركينه،
وفي حاجات بتصنف الفيديوهات دي، لكن مش بيلحقوا، او الفيديوهات بسبب انتشارها الكبير بتخلي يبقى في كذا شخص متهمين بان هم مقدمين المحتويات الغير هادفه دي. معانا مكالمه تليفونيه. الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. معاكي حماده عرفات محمد اسماعيل. اهلا وسهلا استاذ حماده، اتفضل. حضرتك انا معاكي في الكلام اللي انت بتقوليه حضرتك. خلي بالك انا بكلمك من وادي نطرون. اهلا وسهلا بيك وباهل وادي نطرون كلهم. الله يبارك فيك. انا اصلا من كفر الشيخ من البرلس. اهلا بحضرتك. ماشي. معظم نص شباب مصر حاليا تنتن كلهم متابعين على الفيسبوك في الحاجات الغلط كلها. ممكن بس حضرتك توطي التلفزيون علشان تعرف تتكلم معانا، يعني ما تسمعش صوتك في التلفزيون. فحضرتك انت بتتكلمي في موقع جميل جدا والله ومبسوط منه، وخلي بالك انا اول مره اطلع التلفزيون واتكلم حضرتك بالطريقه دي. ميرسي لحضرتك، اكيد ده يشرفنا. بنعتذر عن الخط قطع، بس هو يعني اي حد يبقى يتصل بينا يا جماعه يوطي بس صوت التلفزيون بحيث ان هو يسمعنا كويس عشان فرق الهوا. معانا ام بسمه. الو. الو، اتفضلي حضرتك. ام بسمه انت على الهوا. ايوه. الو، اتفضلي. ايوه، احنا مش شاكرين برنامج بتاع الداتا. ميرسي لحضرتك. البرنامج ام بسمه، حضرتك على الهوا يا ام بسمه، اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي حضرتك، انت معانا على الهوا. يا مش شاكرين البرنامج بتاعك دي. ميرسي لحضرتك جدا، شكرا ليكي. الله يخليك. الخط قطع مره تانية. قبل بس ما تيجي مكالمه تليفونيه تانية، انا حابه اشكر كل الناس اللي بتعمل مداخلات التليفونيه وبيتكلموا معانا وبيقولوا لنا رايهم ايه. بس خلوني ارجع اقول لكم، الناس بتوع الابلكيشنز دي او الشباب اللي عليها، صدقوني انتوا تقدروا تقدموا محتويات كويسه جدا، وتقدروا تقدموا مواهبكم لو حد عنده موهبه، بس من غير اسفاف، من غير ما يطلع واحد يبقى حاطط كل اللي في الفيديو عباره عن مكالمه ما بين اتنين وفيها مثلا شتايم او فيها الفاظ وحشه او مشهد معرفش هو جايبه منين، بس اكيد مش هيكون على التلفزيون لانه في الفاظ ما تتقالش وبس بيحرك بقه عليه. طب ايه وجه الاستفاده اللي انت قفتهاني لما سمعتني الشتايم دي؟ مش كفايه اللي بنسمعه في الشارع بره كمان يبقى على السوشيال ميديا؟ حد زيي مش مشترك على الحاجات دي ومش هيشيرها، مش ملاك، بس بحاول على قد ما اقدر ان انا اضيق الدايره دي. خلينا كلنا نعمل ده. على فكره انا كمان بنت في العشرينات، بفتح كاميرا موبايلي وبتصور انا وصحابي لما بنكون مشغلين اغنيه معينه وبنغني عليها وبنهزر وبنضحك وبنعمل ده، بس مش بننزلها على الفيسبوك. انا اسفه في اللفظ، واحنا قالعين وبنحاول نعمل حركات بس تغري الناس والشباب علشان يعملوا لنا كومنتس ولايكات. ده مش يعني ايه ده؟ الحاجات دي مكانها مش على السوشيال ميديا ومش على الفيسبوك ومش في الشارع. الحاجات دي معمول عشانها الكباريهات، علشان اللي زيي واللي زيكم ما يتفرجوش عليها وهما مش عايزين. محتاجين يكون في رقابه، محتاجين ان احنا نضيق الدايره دي ونبطل ننشر اي حاجه ونستخدم الترندات في الحاجات الايجابيه بس عشان نغير بيها اوضاع. ده حقيقي. محتاجين نضيق الدايره بتاعت السوشيال ميديا على اي حاجه هي مش كويسه، وعلى اي ترند نازل مش كويس، وعلى اي هبل ممكن يكون بيتعرض عشان ينتهي ويموت وما يتكررش تاني. محتاجين نعمل كل ده، ومش صعب على فكره علينا، سهل جدا نعمله، بس لو فعلا احنا عايزين نعمله. احنا اثبتنا على ترندات كتير جدا ان احنا عايزين نعمل حاجه بنعملها. وانتوا فاكرين بقى طفل البلكونه، وفاكرين الترندات الكتير اللي حصلت الفتره اللي فاتت، وفاكرين ترند محمود البنا وراجح، ايوه لسه ما اتحكمش فيها، بس فاكرين انتوا عملتوا ايه. فانتوا قادرين تعملوا اي حاجه من الحاجات دي. لو سمحتوا ضيقوا دايره القرف ده، عشان في الاخر انتوا برضو اللي هتتضروا منه. اشوفكم على خير الحلقه الجايه، وما تنسوش ميعادنا مع الجزء الثاني من حلقه الانتحار اللي واخده هاشتاج الانتحار ليس الحل، واي حد ما شافش الحلقه دي يقدر يشوفها على البيج بتاعتنا على الفيسبوك او على الشانل بتاعت اليوتيوب. اشوفكم على خير الاسبوع الجاي، قبل ساعه من دلوقتي استنونا.